اعمل فيديو كلاب مع حد، اعمله مع مين؟ بهاء سلطان. ما كنتش اعرف، عرفت من الكومنتات اللي كانت مكتوبه على دار بعليوي، لان كان معظمها 80% كانت ضد الكلاب، مش علشان ليندا، كانت الناس ضد الكلاب علشان ليه بهاء سلطان مش موجود. فعرفت ان في بهاء سلطان مع شركة فري ميوزك مع أستاذ نصر محروس، وعرفت ان في مشاكل، هي حاجة ما تخصنيش، بس انا عرفت ان في اوريدي مشاكل. واكيد بهاء سلطان نجم كبير جدا وفنان كبير جدا، ما حدش يقدر يتكلم عنه، وليه جمهوره كبير جدا، فجمهوره طلع دافع عنه. جمهوره اكيد ما عجبتهوش الاغنية، بس ما عجبتهوش اللي مش بترقص، ما عجبتهوش اللي بيغني.